ايه بيعيط؟ امك زمان بتعمل وادي صامو الايتو. خلاص هنلعب كده يا جماعه، مش مشكله. صامو الايتو يلعب، هو شايله. نلعبها طويله وتروح لميدو وياخدها ميدو، رامي التماس مره تانيه تطلع من ناحيه اليمين. طب هيلعبها لمين يا جماعه؟ في الجون بقى كابتن احمد، في الجون. وادي الحارس بيوقف حيطه وميدو عايز يحطها ولكن الى خارج الملعب. وادي واحده طويله ورجع ميدو، انما تعدي من تحت رجله خش على بعض وتطلع ضربه بره. خرج الظهير الايسر، كان بيعيط عشان رايح المدرسه، ساب الماتش وطلع. ترجع مره تانيه وتروح لحسام، يلعبها لاحمد. احمد ماشي من ناحيه اليمين رايح له احمد حسام، بقى داخل خدها منهم وترجع مره تانيه وتطلع.